طيب بس نقطة مهمة قوي، العنوان يا جماعة التاني في أبرز العناوين ده كان مكتوب صح ولا هو فعلا العنوان كده؟ لأن الراجل ده مش حارس ضعيف خالص طبعا، دينيس أونيانجو أكبر حراس القارة الأفريقية وأبرز حارس في القارة بقاله 4-5 سنين يعني، فممكن يكون إن مستر أجيري بيحاول استغلال نقاط الضعف لحارس مرمى منتخب الأوغندي دينيس أونيانجو، لكن هو حارس ممتاز جدا وأقوى حارس زي ما قلت حضراتكم في القارة الأفريقية بعد عصام الحضري، بعد ما خلاص بقاله فترة بعيد عن مستواه وبعد ما اعتزل وكلام من ده، فده حارس القارة السمراء الأفضل على الإطلاق طبعا دينيس أونيانجو، وإن شاء الله نتمنى إن احنا نكون موفقين في إحراز أهداف في مرمى هذا الحارس. هنتكلم بقى بتفاصيل كتير عن المنتخب، لكن خلينا نبتدي بالنادي الأهلي، نادينا العظيم واللي أكيد فيه أخبار كتير جدا بتهم كل جماهير النادي الأهلي بتخص الفريق. النهاردة الفريق استأنف تدريباته بعد راحة مبارح كانت لمدة 24 ساعة بس، يوم الجمعة كان أجازة بالنسبة للاعبين، بعد كمان ما كان في تدريب على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، ده كان إمتى؟ كان يوم الخميس اللي فات. بالتالي الفريق النهاردة استأنف تدريباته في استاد مختار التتش، وتدريبات في الحقيقة كلها هامة جدا، وعايز أقول لحضراتكم من خلال يعني تواصلت مع عدد كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي بيقولوا إن فترة الإعداد الحالية والفترة التحضيرية الحالية تكاد تكون أقوى فترة من الجانب الإعدادي بالنسبة للاعبين منذ سنوات كبيرة. أنا بتكلم معاكم بصراحة، اللعيبة شايفين إن هم بيعملوا فترة مميزة جدا سواء في الجانب المتعلق بالشق البدني وكمان الشق الفني اللي بيجي مع التدريبات الأخيرة، يعني بداية من يوم الخميس اللي فات كده كان في بعض الأمور المتعلقة بالكرة والجوانب الفنية بالنسبة للنادي الأهلي، فبالتالي فترة إعداد مميزة جدا بالنسبة للفريق، فترة تحضيرية طبعا في البداية، وبعد كده إن شاء الله هيسافروا مع بداية الشهر المقبل لأسبانيا عشان بإذن الله يبتدوا معسكر إعدادي قوي جدا جدا في أسبانيا، وهيتخللوا 3 مباريات مهمة جدا. بالتالي النهاردة الفريق استأنف تدريباته، وأعتقد في هذه اللحظات التدريب تقريبا ابتدى في تمام الساعة 5 بالتحديد ولسه ما انتهاش حتى الآن، أعتقد قدامه حوالي نص ساعة بالكتير وينتهي مران النادي الأهلي اليوم، وجوانب كتير جدا بيركز عليها الجهاز الفني مع اللاعبين من خلال الحديث معهم من خلال بعض المحاضرات التكتيكية. طبعا ما فيش محاضرات فيديو أو حاجة، احنا مش بنلعب حد في الفترة دي طبعا يعني في ظل التوقف، لكن محاضرات كلها تكتيكية وخططية مهمة جدا من مستر لاسارتي والجهاز الفني مع اللاعبين، وده شيء مهم جدا عشان الفكر يتنقل في وقت مناسب قوي للاعبين، وقت ما فيهوش ماتشات، فبالتالي باذن الله باذن الله الفكر ده نشوفه بيتنفذ بشكل مميز، وده اللي باذن الله متوقعينه بشكل كبير مع بدايه الموسم الجديد. في المقابل مستر لاسارتي بيجتمع بجهازه المعاون، وده الوضع الخطط الخاصه بالمرحله المقبله من جانب الاعداد والبرنامج الاعدادي بالنسبه للاعبين خلال التدريبات في مصر وقبل السفر كمان لاسبانيا. كمان ناصر ماهر وصلاح محسن بينتظمان في المران الجماعي النهاردة، وده بعد ما كانوا غابوا الفترة اللي فاتت بعد حصولهم على إذن من الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكرة لإنهاء بعض الأمور الخاصة بيهم، فبالتالي هم جم بس عملوا قياسات بدنية يوم الخميس وهيشاركوا النهاردة أو شاركوا خلاص في التدريبات بشكل كامل مع المجموعة كلها. ده فيما يتعلق بمين؟ بناصر ماهر وصلاح محسن. شريف إكرامي بقى حارسنا المميز والكبير جدا جدا يعني في تحسن كبير في حالته، احنا عارفين ان شريف اكرامي الفتره اللي فاتت كان عنده او كان عمل جراحه كده في المانيا بسبب ازاله بعض العظام الزائده من الركبه، وبالتالي هو حالته بتتحسن بشكل ملحوظ جدا جدا، ده كلام الاطباء في النادي الاهلي الدكتور خالد محمود بالتحديد، فان شاء الله خلال اسبوعين او اكثر قليلا شريف اكرامي هيكون متواجد في التدريبات الجماعيه مع الكابتن طارق سليمان وتدريبات حراس مرمى النادي الاهلي، نتمنى كل الشفاء العاجل لشريف اكرامي نجم النادي الأهلي. ده فيما يتعلق بالتدريبات. فيما يتعلق باللجنة التخطيطية بالنادي الأهلي ولجنة التخطيط اللي بتتخصص في التخطيط للمراحل المختلفة بالنسبة لفريق كرة القدم وقطاع الكرة بشكل عام في النادي الأهلي، لكن احنا نتكلم دلوقتي على فريق كرة القدم بالنادي الأهلي. النهاردة كان في اجتماع من الدكتور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي مع المستر لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي. الاجتماع ده كان ليه؟ عشان يتكلموا في احتياجات الفريق من حيث التعاقدات خلال الفترة اللي جاية، والاجتماع ده كان مثمر جدا جدا، وكان فيه التقاء فكري كبير جدا ما بين الدكتور طه إسماعيل وأيضا مستر مارتين لاسارتي،
والواضح ان كان في توافق كبير جدا في الرؤى، واصفر هذا الاجتماع على بعض الامور الهامه جدا. لما يتم الاعلان عنها بشكل رسمي النادي الاهلي اكيد هنتكلم عنها، لكن كلها امور ايجابيه جدا ومبشره جدا بالنسبه لكل الجماهير الاهلاويه فيما يتعلق يعني بايه بالتعاقدات والصفقات اللي عارف كويس قوي ان هي بتشغل بال كل الجماهير الاهلاويه. فبالتالي ده كان اجتماع مهم وجه بشكل ايجابي جدا جدا. خلص الاجتماع ده، بعديه على طول الساعة 4 بالتحديد كان في اجتماع تاني ايضا لرئيس لجنة التخطيط الدكتور طه اسماعيل مع مسؤولي التعاقدات بالنادي الاهلي. ليه؟ علشان يعرفوا اخر الامور التفاوضية الخاصة ببعض اللاعبين اللي النادي الاهلي بيتفاوض معاهم خلال المرحلة دي، والامور وصلت لحد فين والنتائج ايه. هل اللاعب الفلاني اللي احنا عايزينه ده خلاص قربنا نحسم الدنيا ولا في معوقات؟ طب هنحل ازاي؟ طب البدائل ايه؟ كلام من ده. فده كان اجتماع اخر من الدكتور طه اسماعيل رئيس لجنه التخطيط مع مسؤولي التعاقدات بالنادي الاهلي، وكان اجتماع هام جدا 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 ابتدى بالتحديد في تمام الساعه 4 عصرا لوضع النقاط على الحروف فيما يخص الامور التعاقديه وانضمام بعض اللاعبين للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه، وكمان فيما يتعلق بالمعارين. واحنا عارفين ان عندنا عدد كبير جدا معاري النادي الاهلي الموسم المنقضي في بعض الانديه الكتير. ممكن مستر لاسارتي يكون استقر من خلال حديثه مع الدكتور طه اسماعيل في الاجتماع اللي كان الصبح على بعض الاسماء اللي هو محتاجهم يكونوا موجودين في الفريق الفتره الجايه، والبعض الاخر اللي هو عايزهم يستمروا في الاعاره عشان يكتسبوا المزيد والمزيد من الخبرات المهمه بالنسبه لهم، وبالتالي هتكون مهمه بالنسبه للنادي الاهلي فيما هو قادم من مواسم اخرى يعني.